البداية ستكون وكالمعتاد مع وقفة في أبرز ما جاء في الصحافة والمواقع الإخبارية العربية بحسب أبرز اهتماماتها، نبدأها مع حضراتكم الآن. البداية في هذه الجولة ستكون مع صحيفة الاتحاد الإماراتية التي قالت إن اجتماعا أمنيا يقرر حماية المتظاهرين السلميين في لبنان. الحديث عن حالات الشغب التي كانت واضحة على مدار الأيام الأربعة الماضية في ساحات وشوارع العاصمة اللبنانية بيروت، الأمر الذي أدى في النهاية إلى وقوع عشرات المصابين بحسب إفادات الصليب والهلال الأحمر اللبنانيين وكذلك وزارة الصحة. هذه الأعمال التي امتدت لتشمل كذلك اشتباكات متبادلة بين قوى الأمن الداخلي اللبناني وكذلك المتظاهرين الذين كانوا في تلك الساحات. بالأمس الرئيس اللبناني ميشيل عون الذي ترأس هذا الاجتماع قال إن هناك ضرورة لحماية المتظاهرين السلميين، كما قال، فضلا عن حماية الممتلكات العامة والخاصة وتقديم الدعم اللازم لقوى الأمن الداخلي وقوى الجيش. من صحيفة الاتحاد الإماراتية إلى صحيفة الوطن السورية والتي قالت إن التشيك تدعو لرفع الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا، وتنقل عن برلماني أوروبي قوله إن نظام إردوغان ديكتاتوري وعدواني. إلى موقع 24 الإخباري تقول إن محمد علاوي مرشح لتولي رئاسة الحكومة العراقية، اسم من بين اسمين اثنين جرى تداولهما في الساعات الماضية في الساحة العراقية لتتم الإشارة إلى انحصار قاعدة المرشحين لتولي هذا المقعد خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي طرحه البعض أصلا على مدار الأسبوع المنصرم ليعاد تكليفه بتشكيل الحكومة من جديد، لكن على الأقل يطرح اسم السيد محمد علاوي ليتولى رئاسة الحكومة العراقية. من موقع 24 الإخباري إلى صحيفة الرأي الكويتية والتي تحدثت عن الوضع العراقي ووضعت صورة لساحة التحرير وما يجري فيها، وقالت إن عمليات تصعيد وقطع طرق وجسور في العاصمة العراقية بغداد، ولم يكن الأمر قاصرا على العاصمة العراقية وحدها وإنما أغلب محافظات الوسط والجنوب تماما كما كان الحال على مدار 100 يوم أو يزيد في هذه المحافظات. التظاهرات لا تزال مستمرة والدعوات التي تأتي حتى من القبائل الموجودة في بعض المحافظات تدعو إلى حتمية الاستجابة لمطالب المتظاهرين، مطالب المتظاهرين التي يقول أغلب المتظاهرين أو المنتسبين إليها إنه لم يلبى منها إلا النذر اليسير مرتبطة فقط ببعض التعديلات التي جرى إدخالها على قانون الانتخابات، لكن بعد ذلك فيقولون إن الأزمة تراوح مكانها دون استجابة من الطبقة السياسية الحاكمة في العراق. من الرأي الكويتية إلى صحيفة الإمارات اليوم والتي قالت إن الرئيس اللبناني طالب الأجهزة الأمنية بتمييز المتظاهرين السلميين، هذا ما كنا نتحدث فيه في بدء هذه الجولة، وتنقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري دعوته إلى تشكيل حكومة لبنانية لوقف مسلسل الانهيار، وتضع صورة للتظاهرة أو الاعتصام الذي جرى أمام مقر مجلس النواب اللبناني الليلة قبل الماضية، ورغبتهم ومطالبتهم الدائمة بحتمية تشكيل أو الإسراع في تشكيل حكومة حسان دياب. المشكلة من وجهة نظر قطاعات واسعة في لبنان أن هذه الحكومة كما قيل أو كما فهم من ملابسات تشكيلها أنها ستكون حكومة لون سياسي واحد، وبالتالي فما الحاجة لأخذ كل هذا الوقت وطول فترة المشاورات قبل الإعلان عن تشكيلة الحكومية. والرئيس المكلف حسان دياب كان قد التقى العماد ميشيل عون قبل يومين، ما فهم منه أن الأمور أخذت خطوات متسارعة، لكن يبدو أن هناك اختلاف في توزيع الحصص في الحقائب الوزارية في حكومة حسان دياب. إلى وكالة الأنباء الكويتية الرسمية والتي تحدثت في شأن تونسي وقالت إن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف بالأمس وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة بحسب الآجال الدستورية المقررة، فإن تقديم هذه التشكيلة الحكومية يجب أن يمضي في خلال مدة شهر لتعرض بعد ذلك على مجلس نواب الشعب. الحديث عن أن المهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور التونسي، على أن تعرض بعد ذلك تشكيلة الحكومة على مجلس النواب لنيل الثقة. الرئيس التونسي قيس سعيد بعد إخفاق حكومة الحبيب الجملي في نيل الثقة طالب الكتل السياسية والنيابية في مجلس نواب الشعب بضرورة تقديم أسماء ومقترحات لشخصيات تتولى هذه التشكيلة الحكومية
حال الإخفاق في منح الثقة أو في الوصول لتشكيلة الحكومية لإلياس الفخفاخ، فسيتعين على الرئيس التونسي بحسب ما تنص عليه الدستور وبحسب ما تبعناه من فقهاء دستور من تونس، يتعين أن يحل مجلس نواب الشعب الذي كان قد انتخب قبل أشهر قليلة، وأن يدعو لانتخابات نيابية جديدة لعلها تفرز أغلبية مريحة تشكل أو تطلع بتشكيل هذه الحكومة. من وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا إلى بوابة العين الإخبارية التي تقول إن رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق فايز السراج يكذب إردوغان الذي قال بالأمس إنه لم يرسل مقاتلين ولم يرسل جنود إلى ليبيا، لكنه ربما يفعل ذلك. فايز السراج يقول أمرا آخر ويعترف بوجود مرتزقة سوريين في العاصمة الليبية. لعل إردوغان عندما كان يتحدث قبل يومين أو أول أمس تحديدا كان يتحدث عن عدم إرساله جنود من صفوف الجيش التركي، وقال إن المسألة مرتبطة بمن أسماهم مستشارين عسكريين، لكن مسألة المرتزقة السوريين هذه أو المقاتلين الذين انخرطوا في القتال إلى جانب الجيش التركي في مناطق مختلفة من سوريا، إرسالهم إلى ليبيا ربما يكون حتى أمرا سابقا على تفجر الأوضاع في الأسابيع الأخيرة. صحيفة اليوم تنقل عن مسؤولين سودانيين قولهم إن وقفا سيتم لمسيرات الإخوان لمنع الفوضى الشك الذي بات يتسلل إلى نفوس قطاعات واسعة من السودانيين حول استتباب وسلامة وسلاسة المرحلة الانتقالية في ضوء تشكيل بعض أجهزة المرحلة الانتقالية تحديدا المجلس السيادي والحكومة برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، الانخراط في محادثات مع الفصائل المسلحة من الجبهة الشعبية لتحرير السودان والفصائل المنضوية تحت لوائها وفصائل الجبهة الثورية السودانية، لكن هناك مشكلة أنه حتى هذه اللحظة مثلا لم يتم الالتزام بما تم النص عليه في الوثيقة الدستورية من حتمية تشكيل سلطة تشريعية تطلع بأمور التشريع والمراقبة على أداء الحكومة، فضلا عن ما عرفه السودان أو العاصمة الخرطوم من أعمال فوضى كانت مرتبطة بما وصف ببعض حالات التمرد من قبل منتسبين لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السوداني. صحيفة الخليج الإماراتية تقول في شأن أردني إن احتياجات اللاجئين تغيرت من إغاثية إلى برامج تنموية، وتنقل ما صرح به وزير الخارجية الأردني الدكتور أيمن الصفدي من قول إن احتياجات اللاجئين السوريين في بلاده تغيرت من طبيعتها كونها كانت مساعدات إغاثية إلى برامج تنموية في الدول المضيفة لهم، هذا بعد مرور 9 سنوات تقريبا أو 9 سنوات ونيف من بدء أزمات اللجوء في المنطقة. وزارة الخارجية قالت إن هذا المطلب جاء بعد لقاء الصفدي بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، إذ جرى بحث أوجه التعاون التي يمكن أن تتم بين الأمم المتحدة وبين الذراع المرتبط بشؤون اللاجئين وبين الأردن التي تؤوي ملايين اللاجئين أو ربما ما يصل إلى نحو 1 مليون لاجئ فقط بعد تفجر الأوضاع في سوريا، وللأردن وسوريا حدود مشتركة، والمعبر الحدودي معبر نصيب الحدودي الذي كان قد أغلق لفترة من الفترات أعيد افتتاحه قبل فترة. صحيفة البيان الإماراتية تقول إن القبائل الليبية تضرب عبث الميليشيات بإيقاف النفط. الإعلان الذي جاء عبر الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قبل نحو 24 ساعة من انطلاق مؤتمر برلين الذي عقد يوم الأحد الماضي، قال إنه هذا القرار هو قرار الشعب الليبي كما اسماه اللواء أحمد المسماري، وإنه سيتم إيقاف إنتاج النفط في هذه الحقول النفطية، وذلك مرتبط بأن عائدات المبيعات النفطية تذهب إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لتقوم بعد ذلك السلطات فيما تعرف بحكومة الوفاق بإنفاقها على الميليشيات التي تقاتل الجيش الليبي. من صحيفة البيان إلى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية التي سلطت الضوء أيضا على الشأن الليبي وقالت إن رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق فايز السراج يعود من برلين بتصعيد جديد ضد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وإن خطة تركية ترمي لنقل 6000 مقاتل سوري إلى ليبيا. والتصريح الذي جاء على لسان فايز السراج أول أمس وبالأمس تم تناقله حتى عندما قال إن أي طريقة
ستفضي في النهاية إلى قتال الجيش الليبي وإلى مواجهته وصد ما أسماه العدوان بين قوسين سيلتجئ إليها، حتى ولو كان ذلك مرتبط بتقديم دعم أجنبي أو بالاستعانة بمقاتلين من الخارج، سيكون ذلك أمرا مشروعا من وجهة نظر فايز السراج. موقع صحيفة سبق الإلكترونية يقول إن 3 صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد، وإن إطلاق نار جرى لتفريق المتظاهرين في محافظة البصرة الجنوبية. تقول كذلك الصحيفة إن تعزيزات وصلت من قوات الصدمة لقمع المحتجين، وإن 3 متظاهرين قتلوا جراء إطلاق الرصاص عليهم من القوى الأمنية. صحيفة الجريدة تقول إن رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المستقيل سعد الحريري يعترض على الحل الأمني، وإن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب كثف من اتصالاته الرامية لتشكيل حكومة جديدة. رئيس الحكومة المكلف يوافق على توسيع حكومته إلى 20 وزيرا بعد أن كان التصور المبدئي الذي طرحه السيد حسان دياب يصل في النهاية إلى نحو 18 حقيبة وزارية فقط، لكنه بعد لقائه زعيم تيار المردة في لبنان سليمان فرنجية سيطرح تشكيلة حكومية تصل إلى نحو 20 وزيرا، ما ينزع ربما مسألة حكومة الاختصاصيين أو حكومة الكفاءات التي كانت مطلبا أساسيا من قبل المتظاهرين في بدء الأمر، ولعلها حتى مع الأسابيع الأخيرة أو مع الأيام الأخيرة بالأحرى كان المطلب بإعادة التذكرة بحتمية الوصول إلى تشكيلة كفاءات وطنية أو حكومة اختصاصيين. المشاورات السياسية الحزبية وصلت في النهاية إلى لقاء جمع رئيس الحكومة المكلف حسان دياب بزعيم تيار المردة سليمان فرنجية أول أمس، ولعله كما تقول الجريدة سيوسع من تشكيلته الحكومية لتشمل 20 وزيرا. صحيفة عكاظ تضع صورة كاشفة عما تريد قوله، تضع صورة للسيدة عبير موسى وللسيد راشد الغنوشي، وتقول في تونس مطالبات بالتحقيق في اعتداء على نائبة دعت لسحب الثقة من الغنوشي بعد لقائه إردوغان، اللقاء الذي أثار موجة من الغضب والاستياء في آن واحد ليس فقط في مجلس نواب الشعب التونسي الذي قدم مقترحا لمحاسبة ومساءلة رئيسه راشد الغنوشي وتمت الموافقة على هذا الطلب، يبقى فقط أن يتم التصويت على مساءلة راشد الغنوشي أو احتمالية إبعاده عن منصبه رئيسا لمجلس النواب. السيدة عبير موسى التي لها مناكفات واسعة، وهناك تعليقات بالجملة على طريقة أداء مجلس نواب الشعب التونسي في الآونة الأخيرة في ضوء كثير المناكفات التي تتم منذ انتخابه. أخيرا في هذه الجولة مع صحيفة الأنباء التي قالت إن العشرات سقطوا بين قتيل ومصاب في العاصمة بغداد بعد استخدام الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، وإن الرئيس العراقي يدرس 3 مرشحين لرئاسة الوزراء، وإن المتظاهرين يعترضون بالتصعيد. التظاهرات تتجدد في محافظات عراقية مختلفة مع انتهاء مهلة كانوا حددوها للسلطات لتنفيذ برامج إصلاحية.